اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره، معاكم على الهوا ان شاء الله من 4 ل 5. مستنيه كل تليفوناتكم على 236 والاس ام اس 92173، الخط الارضي على 09936. زي ما تعودنا من اول ما بدانا الصيام الكبير، كل سنه وكلنا طيبين. حلقه صيامي كل اسبوع، بقيه الاسبوع الحلقات كلها يا بيبقى فيها وصفات صيامي يا بيبقى فيها البدائل ازاي نحول الوصفه صيامي على قدر الامكان. النهارده الحلقه كلها صيامي، هنعمل كفته مع الكفته نباتي طبعا مع المكرونه، هنعمل معجنات صيامي لان لما عملنا حلقه المعجنات كل الناس طلبت ان احنا نعمل معجنات صيامي، فالنهارده هنعمل معجنات صيامي، وهنعمل كمان كيكه او لوف يعني لطيف جدا برضو صيامي. طيب تعالوا نبدا اول حاجه بالكرات، كرات الكوسه النباتي او كفته الكوسه النباتي. كوسه مبشوره على قد ما نقدر، بشره وسط، لا هي ناعمه قوي عشان ما تنزلش كل ميتها، ولا هي خشنه قوي عشان اعرف اشكلها، يعني وسط زي اللي انتوا شايفينها دي كده. وعلى قد ما نقدر طبعا ناخد القشره معانا، يعني نكحتها وناخد القشره معانا عشان الفايده. بعد كده عندي علبه حمص مسلوق ومتقشر، ثوم مفروم، نص كوبايه شوفان، معلقه صغيره ريحان مجفف، ملح وفلفل، زعتر مجفف او فريش هو والريحان مش هتفرق اللي موجود في البيت، عصير ليمون، معلقتين خميره، الكوسه طبعا المبشوره قلنا عليها، مكرونه مسلوقه، زيت، وعندي صوص المارينارا. المكرونه هنا سلقناها بميه كتير، فيها معلقه زيت وكميه ملح محترمه. صوص المارينارا جبنا معلقه زيت على النار، حطينا فيهم فص ثوم مفروم، ملح وفلفل وزعتر، وقلبناهم كويس جدا اتشوحوا، ونزلنا عليهم طماطم مبشوره من غير القشر وعصير طماطم ومعلقه سكر، وسبناهم لحد ما غليوا غلوتين، بقى عندنا صوص المارينارا. تعالوا بقى نبدا في الكفته، نقول بسم الله ونحط هنا الحمص. في السوق علب من الحمص بتبقى مهروسة جاهزة، عايزين تستخدموها في الوصفة دي مفيش مشكلة. بسم الله. تمام. اوكي. نجيب هنا البولة الكبيرة، المكرونة دي للتقديم هي والصوص، فنبعدهم شوية. وننزل بقى الكوسة عليها الشوفان، عصرة الليمون، الخميرة، الخميرة ممكن بدلها بيكنج باودر على فكرة، أنا استخدمت هنا ريحان وزعتر، اللي ما عندوش ريحان وزعتر ممكن يستخدم نعناع ناشف هيبقى كويس جدا في الوصفة دي برضو. وآدي الحمص، واجيب طيب عايزه ملح وفلفل يا شباب، الاسباتيلا، وننزل هنا الثوم، والطاسه بسخنها على النار. طيب اهو شكرا، صوص المارينارا معاكم على الشاشه للي يحب يصوره. اوكي، بعدين هجيب بقى شويه دقيق عشان اظبط بيهم الايه القوام ده عشان اقدر اشكله، معلقتين دقيق كده، دقيق حمص، دقيق ذره اصفر، دقيق ذره ابيض، دقيق ابيض عادي، قمح، اي دقيق، دقيق رز حتى، الدقيق اللي موجود عندكم استخدموه اهو. دول تقريبا 3 معالق كبار مليانين، انا حطيتهم بس بالتدريج. وبعدين هاخد شويه ميه عاديه على شويه ميه دافيه، او يعني انا عندي سخنه، انا المقصود ان انا عايزه ميه دافيه
فبما ان انا الكاتل لسه كان عندي شغال فالميه سخنه مولعه مش هعرف استخدمها كده، يبقى هحط شويه ميه عاديه وعليهم شويه ميه سخنه بقوا ميه دافيه اهو. وبعدين اقوم منزله الميه دي هنا ليه، ميه دافيه لاني عندي خميره. لو انا هعملها ب بيكنج باودر يبقى مش محتاجه الميه تبقى دافيه، هتبقى ميه حنفيه عادي اهو. بصوا مش عايزاها لا ماسكه عن كده ولا سايبه عن كده عشان اعرف اشكلها واشتغل بيها اهو. عايزين بقى المفروض ان احنا نغطيها ونسيبها ربع ساعه تلت ساعه، يعني مش ساعه ولا حاجه لانه هي هتخمر وتشتغل على طول معانا. لو بيكنج باودر يبقى برضو هنشتغل على طول اهو. نقرب هنا كده ونيجي هنا نحط الزيت. انا عايزه ملح وفلفل لو سمحتوا، زيت ذره او زيت زيتون اللي يريحكم، اللي موجود او زبده نباتي او سمنه نباتي اللي موجود برضو. الطاسه سخنه جدا فخلينا بس نرفعها عن النار ثواني وبعدين نجيب. عندنا بقى معيار، عندنا اسمها ايه دي، ايس كريم سكوب، اي حاجه اقدر ان انا اعاير بيها انهم ينزلوا شكل واحد على قد ما نقدر اهو. ولازم احط فيهم برضو نقطه زيت عشان ما تلزقش فيهم، واستخدم معلقه وانا بعيده عن النار كده عشان الطاسه ايه تبقى هاديه ما تبقاش سخنه زياده عن اللزوم. هحط مقدار الكفتيايه اللي انا عايزاها اهي، وبعدين هقوم منزله المقدار ده في الطاسه. اشكركم. وهكذا نحط بقى الملح والفلفل. متشكره جدا. ملح، فلفل اسود، نقلب. انا لسه بعيده عن النار لان زي ما انتم شايفين الطاسه لسه سخنه، ف لما الحراره فيها تظبط هنقل تاني على النار عشان بس ايه ما تتلسعش مني الكفته. طبعا انتم عارفين انا هنا ما عنديش ولا حاجه بتستوي، هي معلقه الدقيق بس غير كده، ولا في بيض طبعا لانها صيامي، اذا مش صيامي ممكن نحط لها بيض على فكره. الكوسه ممكن تتاكل اساسا نيه واول ما تشم النار هتستوي. مفيش حاجه عندي بتستوي فمفيش عندي قلق اهو. الشكل اللي انتوا عايزينه من الكفته، الحجم اللي انتوا عايزينه من الكفته، مفيش مشكله خالص كده. انا شكلت ونزلت على درجه حراره مظبوطه وبدات الحراره تتظبط. دلوقتي بقى ممكن ارفعها تاني على النار عشان تبتدي تستوي من الاتجاهين براحتها. طيب في طاسة تانية على النار محتاجة أعمل أسخن بس الصوص شوية لأنه مش سخن عشان وقت التقديم يبقى طعمه حلو. وهحط كمان فيه المكرونة ونعيد تاني. صوص المارينارا عملناه ازاي؟ صوص المارينارا عبارة عن معلقة زيت على النار عليها توم مفروم، ملح وفلفل، زعتر، قلبتهم كويس جدا، اتشوحوا من غير ما يغير لونه التوم، رحت منزله عليهم الطماطم المبشوره، صلصه الطماطم، عصير الطماطم والسكر، وسبتهم يتقلبوا تقلبتين مع بعض. تعالوا بقى نشوف اخبار الكفته ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا باول واحده نزلتها. لازم لما اجي اقلب ابقى اتاكدت ان اول وش ده مسك نفسه كويس جدا قبل ما اقلبها زي كده عشان لما اجي اقلب ما تتفرهطش مني. طيب عايزين نزود عليها اي خضار ينفع، بطاطس، بطاطا، قرع، اي خضار. يلا تعالوا هنطلع فاصل ونرجع. مش هعمل اي حاجه خالص غير اني هسوي الكفته معاها وانتوا في الفاصل وترجعوا نطبق الوصفه مع بعض. استنونا.
اهلا بيكم بعد الفاصل. هنا حطينا المكرونه اللي احنا مدين لها الزيت وملح وفلفل، وهنا حطينا الكيكات او الكفتات بتاعه الكوسه النباتي، وبعدين صوص المارينارا اللي جهزناه اهو. طبعا شكل الكفته انتوا حرين فيه، يعني لو عايزين تعملوه كور صغيره زي نفس شكل الميت بولز قوي قوي مفيش اي مشكله. ونجيب ريحان. يبقى كده عملنا المكرونه اللي بكفته الكوسه اهو كده، تمام قوي اهي، كويس جدا، هتعجبكم قوي ان شاء الله لما تجربوها. تاني وصفه معانا النهارده هنعمل معجنات الثوم، او هي معجنات تقدروا تستخدموها لاي حاجه طبعا لانها صيامي. للعجينه عندي 4 كوبايات من الدقيق، رشه ملح اهي قبل ما انساها، بيكنج باودر، 3 معالق كبار زبده نباتي او زيت، عشان في ناس كتير بتخاف من حكايه الزبده النباتي دي او بتشك فيها. نعم، يبقى هنستخدم بدلها زيت يالوجي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ امور يالوجي. عايزه اقول لحضرتك حاجه. قولي لي يا حبيبتي. حضرتك كل مره بتحلوي اكتر. ربنا يخليكي يالوجي، دي عينيكي اللي حلوه يا حبيبتي. ميرسي على تليفونك. عايز تسالي على اي حاجه يالوجي؟ لا يا بنت أمير. ميرسي يا حبيبتي. حاجة تانية لحضرتك. نورتيني. نورتيني يا حبيبتي، صباح الفل. طيب هنرجع تاني للوصفة، عندي هنا 4 كوبايات دقيق، رشة الملح عليهم، معلقة بيكنج باودر، معلقتين سكر، معلقة خميرة فورية، 3 معالق كبار زيت أو زبدة نباتي أو سمنة نباتي، إذا أنتوا ضامنينها، مش ضامنينها حطوا زيت، مفيش مشكلة خالص. عايزين نحولها مش صيامي ونحط الزبدة عادية برضو مفيش مشكلة. كوباية ونص مية هنحطهم بالتدريج. يبقى حطيت هنا على الدقيق رشة الملح، ادي الخميرة، ادي السكر، معلش، البيكنج باودر، حادثة، وبعدين هحط دول يا مروة في العجان وننزل عليهم الزبدة واحدة واحدة وبعدين المية واحدة واحدة. يا مروة. ايوه، ازيك يا مدام؟ ازيك يا مروه، عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله، انا بحبك جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. امور يا مروه. الحلاوه دي عينيكي اللي حلوه يا حبيبتي، تسلمي. امور يا مروه. انا كنت عايزه مربة اللارنج. حاضر، عينيا، مربة اللارنج، حاضر. طيب التوابل انا هحطها على الوش، لكن انتوا ممكن جدا اذا حبيتوا تحطوا توابل هنا جوه، توم بودره، بصل بودره، زعتر، بابريكا، كركم، اي توابل عايزين تحطوها جوه مع العجينه تقبل توابل. عايزين تحطوا سمسم، حبه البركه، شمر، ينسون، اللي يعجبكم. وطبعا بشكر كل الناس اللي تابعت الحلقه بتاعه يوم الخميس بتاعه القرص الطريه وبعتوا لي الصور، تسلم ايديكم كلكم وبالف هنا وشفا. انا عارفه انها عجبتكم، يعني هي عجبتنا هنا كمان جدا. فاللي ما عملهاش ما تفوتوش، لانها فعلا من الوصفات الممتازه. ننزل بقى بالميه واحده واحده، المفروض تاخد مني كوبايه ونص، لكن انتوا زي ما انتوا عارفين السائل دايما بنزل بيه بالتدريج. كل نوع دقيق بياخد مقدار سائل مختلف، كمان في انواع بتبقى نوع واحد لكن كل فتره بتبقى الدفعه اللي خارجه من المصنع مختلفه عن الثانيه، فالاحتياط واجب. بنزل، واحنا متفقين العجينه لازم تبقى طريه ما تبقاش ناشفه قوي، وفي نفس الوقت لازم تسيب اطراف العجان وتدور مع السلاح بتاع العجان. في الوقت ده هوقف الميه اللي هو دلوقتي بس كده. بعد ما اوقف الميه اسيبها
تتعجن لمدة 10 دقايق. لو على ايدي دايما بزود الوقت، اي حاجة بنعملها جوه العجان ينفع نعملها على ايدينا، لكن بشرط ان احنا نزود المدة شوية مش اكتر من كده. ليه احنا بنعملش كده؟ لانه احنا بنبقى عايزين نوريكوا اكتر من حاجة، فبنبقى مستخسرين الوقت ده في العجن، مش اكتر من كده. هسيبها تتعجن وهرجع الطاسة على النار ونعمل المقادير بتاعة الوش، اللي هي ايه بقى؟ كوباية زبدة نباتي، ثوم مفروم، بقدونس، ريحان، زعتر، ملح وفلفل. يا امل. الو، ازيك يا نيرة؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ ازيك يا امل؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وصلتي بالسلامة؟ اه الحمد لله. يوم الخميس الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك يا حبيبه قلبي، ووحشتيني جدا جدا. تسلمي لي يا امل، ربنا يخليكي يا حبيبتي. للاسف بقى في تايلاند ما فيش طبعا. معلش، كل حاجه على موجوده على الفيسبوك بيج و اكلمك وتقدري ان انت ترجعي لهم ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا روح قلبي. أمري يا امل حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبتي، كتر خيرك يا امل، ودايما منوره الدنيا كده، دايما حسك يا رب دايما على سي بي سي. اللهم امين. كتر خيرك، كتر خيرك يا امل، كتر خيرك. ما تحرمش من سماع صوتك حبيبتي. تسلمي لي يا امل، كلك ذوق يا حبيبتي. أمري يا امل يا روحي. ماشي يا روح قلبي، مع الف نورتيني يا امل، كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك. كل التوابل اهم مع بعض يا حبايبي، اهم كده مع الملح والفلفل والزبده مع الثوم المفروم. هو انا رفعت من على النار لان الزبده النباتي كانت سخنت، فانا مش محتاجه نار عاليه قوي كده عشان مش عايزاها تتلسع. ارجع تاني بقى على النار اهو، وبعدين اول ما هتسخن هنزل عليها البقدونس الفريش. تعالوا نطلع فاصل ونرجع، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. زي ما انتم عارفين طبعا، الوصفات النباتي اللي احنا الصيامي اللي احنا بنعملها دي تمشي نباتي، وتمشي كمان للناس اللي عندهم حساسيه البان وبيض. احنا عملنا العجينه، نراجع مع بعض بالراحه خالص. احنا حطينا ايه؟ احنا حطينا بسم الله 4 كوبايات من الدقيق، رشه من الملح، معلقه من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من الزيت او الزبده النباتي، حطينا عليهم 2 كبار سكر، معلقه كبيره خميره فوريه، وبعدين حطينا حوالي 3 ل4 معالق من الدقيق، نزلنا عليهم حطينا عليهم 2 كبار من الخميرة الفورية، نزلنا عليهم تقريبا من كوباية لكوباية ونص من المية الدافية، عجناها سبناها تخمر. بعد ما عملناها كور، ده شكلها لازم تكون متكيسة كويس جدا عشان ما تعملش قشرة. بعد كده على النار حطينا زيت أو زبدة نباتي، حطينا معاها ملح وفلفل، ثوم مفروم، بقدونس مجفف، ريحان مجفف، زعتر مجفف، ودلوقتي بعيد عن النار هحط البقدونس الفريش. مرضتش احطه غير لما هي هديت من ساعه ما طلعنا من الفاصل، عشان ما يسودش البقدونس، ولانه لسه انا هدخله الفرن، فكده كده ايه هيغير لونه شويه. هنا اي صينيه، بس انا افضل في الوصفه دي صينيه بتتفتح، اللي هما زي بتوع التشيز كيك كده اهي، فرشه الجناب وتحته وكله، وبعدين العجينة اللي احنا سبناها ترتاح بعد ما عجناها 10 دقايق وخمرناها. بسم الله. لما اجي اشيل بقى العجينة هشيلها بحذر شديد ومن تحته وبالراحة، لاني مش عايزة انزل التخمير منها. فبصوا نتعامل معاها بمنتهى الهدوء، وناخد من تحت لفوق بالراحة جدا، ونحطهم عشان انا مش عايزة انزل التخميرة اللي فيها، ومش محتاجه اخمرها مره كمان. انا خلاص هي خمرانه عندي ومظبوطه جدا اهي، فاشيلها بالراحه خالص من غير ما انزل الهواء اللي فيها، بحذر كده من تحت لفوق. خمرانه مظبوط جدا اهي 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 اوكي. وبعدين هقوم تهيألي تاخد واحدتين كمان هنا في تاخد
اهي بصوا ازاي اهو تلاتة في النص بس دي فعصت واحده شكلها احلى شويه اهي بس كده بصوا ازاي اهو نتخلص من ده خلاص وناخد الخليط اللي احنا جهزناه نقوم نازلين بيه بالتساوي كده على كل الكرات يا مدام يسر. صباح الفل يا صباح حبيبه قلبي ازيك يا روحي عامله ايه؟ الناس دي مستقصداني يا مدام يسر وما بيدخلوليش تليفونات وانا متخانقه معاهم. لا يا حبيبتي انا اقدر انت انقذتيهم دلوقتي انت يعني لازم اليوم يبتدي بيه. ربنا يخليكي يا مدام يسر كتر خيرك كمان عمالين نتخانق بقى وعمالين يقولوا لي لا في تليفونات وانا اقول لهم لا ما فيش تليفونات فانت كده دخلتي انقذتيهم. اخبار حضرتك ايه يا مدام يسر؟ انت عارفه الولاد غيروا اسمي سموكي ايه مدام يسر؟ عاشقه اميره. ربنا يخليكي يا مدام يسر يا رب ده شرف ليا وشرف كبير كمان الله يخليكي يا رب ويديكي الصحه. الله يخليكي. كنت عايزه اسالك سؤال يا ميرو. أمري يا مدام يسر. الامر اللي انا عايزه اعمل طبعا القرص الخطيره اللي انت عملتيها رائعه بجد بدون مجامله رائعه يعني لازم تجربيها. انت استخدمتي زيت ممكن استخدم سمنه او زبده ولا هتبقى ناشفه؟ لا ما تبقاش ناشفه. لا حضرتك عايز تستخدمي سمنه او زبده مفيش مشكله بس انا افضل جربيها زي ما هي الاول. يعني جربيها اول مره زي ما هي وبعدين غيري فيها لان الوصفه مظبوطه ظابطه يعني بالملي فاخشى ان احنا لما نغير فيها ما تطلعش مظبوطه قوي كده لان دي بعد تجارب كتير طالعه يعني مظبوطه بالملي. طيب فجربيها الاول يا مدام يسر وبعدين قولي لي نجرب مع بعض كده حكايه الزبده دي ونشوف هتطلع ايه. بس خلينا اول مره نعملها كده هتعجبك جدا ان شاء الله. بشكرك طبعا على تليفونك يا مدام يسر ربنا يخليكي وان شاء الله هتعجب حضرتك جدا. اللي بالملبن كانت خطيره قعدنا نتخانق عليها كلنا حقيقي الوصفه مظبوطه جدا اللي ما جربهاش ان شاء الله يجربها وتكلمونا تقولوا لنا ايه الاخبار. طيب انا نظفت هنا مكاني عشان نبدا في الوصفه اللي بعدها. الوصفه اللي بعدها دي وصفه ظريفه جدا رغيف من الموز وصيامي. هنعمله ازاي؟ اربع ثمرات موز كبار او خمسه متوسطين انا حاطه هنا خمسه متوسطين. كوبايه ونص من الدقيق رشه الملح قبل ما انساها اهي واحنا بنتكلم كده ادي رشه الملح. طيب معلقه صغيره بيكنج باودر معلقه صغيره بيكنج صودا رشه جوز الطيب رشه الملح حطيناها تلت كوبايه من السكر البني ربع كوبايه من زيت جوز الهند تلت معالق كبار من عين الجمل المجروش والعين الجمل التاني ده للتقديم. على الدقيق انا حطيت رشه الملح هحط دلوقتي البيكنج باودر البيكنج صودا جوزة الطيب عين الجمل بعدين هاخد الموز. كل ما الموز يكون مستوي عندكم في البيت كل ما يبقى احسن. احنا طبعا عشان بنجيب الحاجة يعني مخصوص للوصفات يعني ده طازة. لا انا لو في البيت الصراحة هستخدم المستوي المسود اللي محدش راضي ياكله بيبقى مسكر اكتر فايدته اكتر وكمان بنخلص منه في العصاير وفي المخبوزات وفي الايس كريم عشان محدش بيبقى راضي ياكله. عارفين انتوا طبعا طريقة الايس كريم اللي عملناها مع بعض اسهل طريقة بتاعت الموز. باخد الموز اقطعه مكعبات بعد ما اقشره اشيله في الفريزر واطلعه على الكبة على طول يعمل لنا ايس كريم هايل يا مدام نادية. حياتي وحشاني جدا. انتي وحشاني جدا والله يا مدام نادية. حبيبتي والله بجد وحشتيني فعلا. يعني اخبار حضرتك ايه؟ والله سامحيني بفتقد سماع صوتك والله.
صدقيني ظروفي هي اللي حاسه. لا ربنا معاكي يا مدام ناديه وقلبي معاكي ودعايا معاكي. اه والله ربنا يتمله على خير يا رب. بعدين كنت تعبانه شويه والله. لا الف سلامه يا مدام ناديه. ما استغناش عنك ابدا. الف سلامه على قلبك. الله يخليكي. بعدين ما كانش الاميره تعمل المظبوط والجميل. ربنا يخليكي يا مدام ناديه. يا انتي ملكه انتي. الله يكرمك. الله الملك لله. الله يخليكي يا مدام ناديه. يعني اخلاق وجمال ونظافه وشطاره. كتر خيرك يا مدام. بشكرك عشان انا بحب اخواننا المسيحيين. انت يعني انا عايزه كمان اوصيكي كتير كتير. طبعا 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 احنا واحد مفيش الكلام ده. انا عندي مجموعه كبيره من اصدقائي والله. طبعا مفيش الكلام ده بينا خالص. اكيد لو مدام روحيه سامعاني هتكلمك ان شاء الله. اكيد طبعا. ويشرفني ان انا اسمع صوتها. ده جميل. وده اكلنا اساسا اللي احنا كلنا بناكله. واكلنا الشعبي اللي احنا كلنا بناكله. وبعدين احنا كلنا محتاجين نخف المصاريف وحاجات كتير. لا طبعا ده حاجه مش محتاجه توصيه. ربنا يخليك يا مدام ناديه ونورتيني وشرفتيني. كتر خيرك. طيب نرجع هنا. انا عملت ايه ومدام ناديه معانا على التليفون؟ حطيت اول حاجه الموز، حطيت السكر البني، حطيت زيت جوز الهند. زيت جوز الهند شفتوه كان ابيض ازاي وعامل اكنه زي السمنه كده. ده جوز الهند البكر الفيرجن اوليف كوكونت اويل. هايل وممتاز. وكل ما يمسك كده كل ما نعرف ان هو اصلي. نشغل بقى هنا. بسم الله. لا ثانية واحدة. أمر يا عز. حاضر يا غادة. أميرة ازيك يا غادة؟ ازيك يا أميرة؟ عاملة ايه؟ ايه أخبارك؟ أميرة أنا كل ما بشوفك بحس بالبهجة. بحس بال يا رب يخليك يا غادة. كتر خيرك يا غادة. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي حبيبتي. أنتي الأحسن. كتر خيرك بجد بجد. يعني أنا بحب أتفرج عليكي جدا وبحب أكلاتك وميرسي على تعبك. ميرسي يا غاده. ده انا حبيت مدام ناديه ومدام يسرى عن طريق البروجرام بتاعي. ربنا يخليكي يا رب. كتر خيرك يا غاده. اشكرك مدام ناديه. الف سلامه. الله يخليكي. الله يسلمك. سامعاكي هي اكيد. متشكره جدا يا غاده. اؤمري. عندي زيت اللوز الحلو. اه مش عارفه استخدمه في ايه. وعندي خل بلسمك. عايز اعرف برضو استخدامه في ايه. عيوني عيوني. ابني اسمه ياسين عايز يكلمك. يا حبيب قلبي اكلمه طبعا. يا ياسين صغير شويه عنده سنتين وثمان. يا حبيب قلبي فهمتي كلامه حبيبي. لا ان شاء الله هفهم. يا ياسين الو عامل ايه؟ كويس. انت كويس؟ انت بتروح الحضانه يا ياسين؟ بتتفرج عليا كل يوم ولا لا؟ لا. اه بحبك قوي. يلا هات بوسه. باي يا ياسين. طيب اكتبوا بس الأسئلة بقى. خلي بلسمك. وكان في حاجة تانية. يا سلام عليكي. ايه ده؟ بسم الله بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ ده شغل على نظيف. ده عشان أول الأسبوع. أستاذ عز عايز تطلع فاصل ولا ده علشان أول الأسبوع يا رضوى؟ لسه ما تعبتيش. طيب انا حطيت هنا كل المكونات الجافه على الموز. هتطلعوا فاصل وترجعوا لنا. هتلاقوني حطيت ده في الصينيه او نحطه مع بعض. واطلعوا فاصل وارجعوا لنا. استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش حاجه خالص. كملت ضرب فيها لان كانت مش مضروبه كويس وكان فيها قطع من الموز كبيره شويه. طلعت وانتوا في الفاصل المعجنات اللي عملناها الصيامي. وكنا اصلا غرفنا مع بعض المكرونه اللي بالكرات الكوسه او كفته الكوسه. ودلوقتي احنا بنعمل الكيكه بتاعه الموز او قالب الموز النباتي. وهراجع لكم دلوقتي احنا عملنا ايه مع بعض بقى بالظبط. بس هنا قالب يا اما يبقى غير قابل للالتصاق يعني عليه طبقه تيفلون، يا اما هدهنه بزيت واديله تبديره كده من الدقيق. اهو ننزل كل ده هنا في القالب وهدخله. درجة الحرارة تكون متحققة من قبل ما أدخل القالب زي وزي أي كيكة. المقادير كلها تتعاير بنفس
الكوباية، المقادير كلها تكون في درجة حرارة الغرفة قبل ما اشتغل، الرف اللي في النص درجة الحرارة 180 هياخد تقريبا نقول نص ساعة، نقول ساعة الا ربع. المروحة شغالة لو موجودة، الشواية مش شغالة من تحت بس اللي شغال. يعني ايه الفرن محقق درجة الحرارة من الاول؟ يعني احطه على درجة الحرارة اللي انا عايزاها واسيبه 10 دقايق على درجة الحرارة دي، مش احطه على درجة حرارة 250 او 270 وما اجي ادخل الكيكة الاقيها راحت مشققة واخدت لون من بره ومن جوه بدأت تبقى نية. ليه؟ لان درجة الحرارة مش مظبوطة يا مدام روحية. ازيك يا اميرة؟ اهلا اهلا. ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ والله انا عيانه يا اميره. الف سلامه عليكي، الف سلامه عليكي يا مدام روحيه. الانفلونزا مبهدلاني خالص. ربنا يديك الصحه يا رب. معلش هو الدور الجو مش مفهوم. الله يخليك. الله يديك الصحه يا رب. الله يخليك وتسلم ايدك على الحاجات. الله يخليكي. الله يخليكي. كل سنه وانتم طيبين. انا عملت الهمبرجر بس. عملتي ايه مدام روحيه؟ قولي لي. الهمبرجر الصيامي. التليفون بيقطع يا شباب. عملت الهمبرجر الصيامي. البرجر الصيامي طلع ايه؟ يابا انا عملته بس ما قدرتش لسه، ما سويتوش لاني تعبت. حبيبتي ربنا يديك الصحه وتعمليه ويعجبك ان شاء الله باذن الله. يا بنت بقول لمدام ناديه متشكره قوي على كلامها الحلو، وبعدين بقول لها احنا اخوات مش ولاد عم. يا ناديه طبعا طبعا حبايب واخوات. طبعا طبعا ده حقيقي، ده حقيقي. ربنا يديم المعروف والمحبة يا رب. واحد يا أميرة وكلنا طبعًا أخوات طبعًا الحمد لله. طبعًا يحبب فينا. اللهم أمين يا رب، ويبعد عننا كل شهر جميعا يا رب. وبعدين احنا في هذا الإرهاب والإضطهاد واحد كلنا غير مرغوب فينا، ربنا يكفينا شرهم. طيب بشكرك جدا يا مدام روحية وربنا يديك الصحة. يا غادة، غادة ازيك يا أميرة؟ لسه مكلمكي من شوية. قولي يا غادة. عينيا ياسين زعلان قوي ان هو ما قالكيش ان هو بيحبك يا أميرة. حبيبي يلا يا ياسين. وبفكرك بزيت اللوز الحلو هو لسه هبتدي اجاوب والله. طيب كاتباهم ما تقلقيش يا ياسين. ما الو يا ياسو. يلو بحبك قوي يا ياسو. بحبك قوي يا انا كمان بحبك قوي يا حبيبي. بحبك قوي يا اميره. انا كمان بحبك جدا جدا يا ياسو. بحب الماما بتاعي. حبيبي ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة يا رب. تسلمي لي يا غادة، ربنا يخليهولك. طيب زيت اللوز الحلو، هنعمل لكم حلقة عن الزيوت الحقيقة، لأن جاي لي مجموعة من الأسئلة على كل أنواع الزيوت. لكن زيت اللوز الحلو أنصحك يا غادة تستخدميه في الأغراض التجميلية، يعني لما بنحطه على أيدينا بيبقى ممتاز، لما بنحطه على الوش ترطيب هايل، لما بنحطه في الخلطات بتاعة الشعر بيبقى ممتاز. لو عندك روح اللوز الحلو فده بنحطه كمنكه جوه الوصفات عشان يدينا طعم زيه زي مية الورد أو مية الزهر أو روح جوز الهند أو روح البرتقال. بالنسبة للخل البلسمك يا غادة فبنستخدمه دايما يا إلا في تتبيلات السلطات يا إما في تتبيلات الشوي، بيمشي كويس جدا مع اللحمة الضاني بالتحديد. بالنسبة لمربة اللارنج فإحنا بنجيبها وبنقشر اللارنج وبناخد القشرة بتاعته نغليها غلوة ونرمي المية، وبعدين نحطه في مية حنفية عادية ونسيبه 4 لـ6 ساعات منقوع في المية دي، ونغير المية دي كل ساعة في الـ4 6 ساعات دول، يعني بنغيرها حوالي 6 مرات 7 مرات. وبعدين بناخد القشرة بعد ما عملنا فيها كل العمايل دي نحطها بالسكر لحد ما تبقى مربى، نعصر عليها عصرة ليمون أو ننزل عليها شوية جيلاتين أو ننزل عليها شوية عسل الجلوكوز أو سكر الجلوكوز، تربط وبعدين نعبيها ونستخدمها. عايزين تحطوا معاها كمان برتقان مفيش مشكلة، وبنعملها بنفس الطريقة وقشر البرتقان بيتعمل بنفس الطريقة. طيب معاكم تليفونات ولا نجاوب ولا نراجع ولا انت عايز ايه دلوقتي؟ طيب حاضر. طيب نرجع تاني بقى لدرجة الحرارة بتاعة الكيكة. احنا دلوقتي الكيك اتفقنا اولا كله في درجة حرارة الغرفة، المقادير كلها، الكوباية اللي بعير بيها والمعلقة اللي بعير بيها هي اللي بعير بيها كل الحاجات، وده ينطبق على العجينة كمان.
بعد كده لما ببتدي اخلط وابتدي اعمل، اول ما بخلص الكيكه لازم تخش الفرن مباشره. ليه؟ لانها فيها بيكنج باودر، فيها بيكنج باودر، فده معناه ان البيكنج باودر هيبتدي يشتغل وبعدين يبتدي يخلص. كل ده قبل ما تخش الفرن او اول ما تخش الفرن وخلاص مفعوله هيبوظ، فهتترفع وبعدين هتهبط معايا. الكيكة كمان زي ما قلت لكم تحقيق درجة حرارة الفرن بيكون على نفس درجة الحرارة اللي أنا عايزة أدخل عليها، وإلا الكيكة هتاخد لون وتشقق ومن جوه هتفضل نية. ما بفتحش على الكيكة قبل مرور 25 دقيقة، لما بفتح بفتح بسرعة وأقفل بسرعة عشان درجة الحرارة ما تنزلش مرة واحدة. لما تستوي بطفي الفرن واسيبها جوه 5 دقايق، أوارب باب الفرن واسيبها 5 دقايق، أطلعها على سطح مش ساقع، اغطيها بفوطه نظيفه ومش مبلوله واسيبها تهدى خالص. نفس الكلام بقى بالنسبه للعجاين، بس درجه الحراره عاليه جدا في الفرن على اعلى حاجه. واول ما بتطلع العجاين لازم برضو تتغطى، وفي الحالتين الغطا بفوطه مش بغطا غطا، والا هتعرق وتبوظ، فنخلي بالنا من الموضوع ده. بعد ما تهدى تماما بالفوطه سواء العجينه او الكيكه، احطها بقى في علبه محكمه الغلق. يا إيمان، هي مش فاضية ولا إيه؟ إيمان، إيمان أنت معايا على الهوا، اتفضلي. إزيك يا إيمان؟ عاملة إيه؟ الحمد لله حبيبتي كله تمام. أمور يا إيمان؟ بقول لك أنا عايزة بس أعرف طريقة التورتة. التورتة، حاضر. هجاوب عليك يا إيمان بكرة أول سؤال إن شاء الله معايا نظرا لضيق الوقت. عملنا إيه النهاردة؟ عملنا حلقة صيامي، مكرونه بكفته الكوسه، كفته نباتي، عملنا عجينه نباتي حطينا فيها الثوم والمنكهات، عملنا مع بعض قالب الموز. اتمنى تكون كل الوصفات عجبتكم. احنا معاكم من الحد للخميس من 4 ل 5 على الهواء، اعاده الساعه 2 الفجر، اعاده ثانيه الساعه 7 الصبح. اميره شنب، برنامج اميره في المطبخ بالعربي على الفيسبوك، استنونا.